السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. النهاردة دردشة من القلب إلى القلب. باختصار جاءتني بعض الاستفسارات والأسئلة، هو أنت ليه مهتم كثير بموضوع الإباحية وتكلمت عنه في كذا حلقة؟ فدعوني أدردش معكم بدون مونتاج حتى يخرج الكلام على عفويته. هذا الموضوع يمثل أزمة حقيقية، أزمة حقيقية لدى كثير من الشباب، الفتيات، المتزوجين، المتزوجات. صراحة أنا عن نفسي لم يكن الموضوع يمثل عندي هذا الأمر، ولم أكن أتخيله أنه بهذا الانتشار ولا بهذه القوة، سواء في تأخير حياة الناس أو تعطيلهم عن تحقيق أهدافه. تفتحت عيني على الموضوع بعد انضمامي لفريق واعي، أسأل الله أن يبارك جهدهم وقتهم. بداية انضمامي عملت معهم في قسم الرسائل الخاصة برسائل الماسنجر، كانت تأتينا في اليوم قرابة من 300 إلى 500 رسالة، يعني بتحكي في 9000 إلى 15000 شخص يمدون أيديهم طلبا للعون بعد الله سبحانه وتعالى منك. والله مسؤولية عظيمة، لكن للأسف مع انشغال الحياة والدراسة لم أكمل في الموضوع الردود هذا، ولكن يوجد هناك العشرات سخروا أوقاتهم وجهودهم لهذا الأمر، أسأل الله أن يتقبل منهم. والله كانت تأتينا رسائل تدمي القلب، يعني طالب متفوق ووقف حياته في السنة الخامسة في كلية الطب، إمام حافظ القرآن يجيب الناس عن استفساراتهم ويشعر بالنفاق بسبب هذا الأمر، زوج يشعر أن حياته بتتدمر وأسرته وأولاده بيضيعوا منه، آخر يخبرك عن تغير سلوكه ونظرته لأهله ومحارمه، ولد في مقتبل عمره ويخبرك أنه بدأ الإدمان من سن الثامنة، متخيلين من سن الثامنة، وآخر يحكي لك عن الاكتئاب أو تغير المزاج أو العصبية التي دمرت حياته أو الشعور بالدنيا والنقص، ويعني أمور لن تتخيلوها، رسائل لن تتخيلوها، وكلهم جمعهم هم واحد هو إدمان مشاهدة الإباحية. وعلى الطرف الآخر لما كان ربنا سبحانه وتعالى يكرم واحد من هؤلاء ويخرج من الفخ بعد رحلة التعافي، فتجده يخبرك أنه حفظ القرآن، وآخر يخبرك أنه عاد له تفوق ونشاطه، وآخر يخبرك أنه أشرق كالشمس بعد كسوف أعوام وسط أسرته. والله يا صديقي لو رأيت ما رأيت لاستقللت ما قدمته أنا خلال هذه الفترة. نصيحتي لكل من وقع في هذا الأمر، تابع صفحة واعي، ستجد كل ما يخص الفريق من روابط في صندوق الوصف. هذه دردشة من قلبي إلى قلوبكم، دردشة محب. السلام عليكم ورحمة الله.